أنا تعب أخوي، أنا ما عادش قد لحقها، أنا كل عي وجعين وجيت له خدمة حتى شيء، بقى كان نلقى خدمة سويه لك هي ما هناش حق، لكن تعب ياسر. نفطر وبعد ما نفطر هذا نطلق الشياه ونجي نمد، والسلام نخدم مني خرجت من المكتبة دي الخدمة، مشيت حتى للظهر ومشيت للوعرة ومشيت البر كله رهبت قبل. قبل المطر تصب والدنيا خيرات، وتوها اكتشبح فيها ساعة قبلي ساعة بحري ساعة شهيدي وهي ماشي هكذا كما تشبحك شعال وكو البر ما يبسها ولا قش. المشكلة الأساسية بتاع الفلاحة هي عندنا القطاع الأعلاف شبه مفقود، فهمت؟ تو نظموا التوزيع، أما كمية ما تخلصش كلها. الجواب اللي أخذ منها في حصتي المفروض يجي ياخذ 5 مرات في الشهر، لكن ما يخلصش 5 مرات في الشهر، مرتين ثلاثة ما أكثرش. فهمت؟ معناها يقسموا لك تو هم يقولوا 40 شكارة في الشهر ولا 50 شكارة في الشهر. قسموا لك على 5 مرات، المطر ما جيتش في الوقت بالضبط، وجيت بعد فتره جفاف طويله ياسر. 5 سنين. اي ما يقارب 5 سنوات، فهمتي ولا؟ معناها تحب لها برشا، وجيت في الصيف في بدايه الصيف تحب لها معناها وقت باش ترجع الحياه للارض وللشجر وللمرعى، فهمتني؟ المشكل الاساسي في تربيه الماشيه هي نقص الاعلاف. وثم ان البياطره معناها شيء نقص الاعلاف، احنا عارفين معناها الدوله معناها عارفين الظروف هذه، فهمتي ولا؟ وكذا الناس كلها تمر بالشيء هذا وهذا يتماشوا معاه، ولكن على الاقل معناها نظره ايجابيه معناها عندها اولويه المعتمديه، لان نقص حتى عندها نقص حتى في كميه الامطار. السلطات الجهويه بكل صدق متجاوبه مع المعتمديه وعارفه ظروف الفلاح وعارفه مقاسين الفلاح في الربوع هذه، ولكن هي ظروف يلزم نتعامل معها، ويلزم شويه زاد الصبر حتى الفلاح. انا قاعدين ناطروا في الفلاح ويلزم شويه صبر، البلاد راهي الناس كلها عارفه الظروف هذه، ولكن ماذا بينا زاد السلطات المحليه والسلطات الوطنيه تنظر لنا بنظره اخرى للمعتمديه هذه. علاش؟ لان احنا عندنا مشاكل كما قلت لك، سواء في تو حاليا الوقت الحالي مثال وقت تقول لي التلقيح، انا الوقت هذا راهو ما عادش وقت تلقيح. تفاعل الدولة وتجاوبها بالعكس، معناها نشوف أن الدولة باذلة مجهود معناها يذكر في إطار الإحاطة وتأطير ومساعدة الفلاحين، يتمثل أساسا في التحييم المنتظم والحملات التلقيح المنتظمة حماية للأغنام ووقاية وللإبل، هذا بصفة منتظمة قاعد يصير. التدخل العاجل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، معناها ثم تدخل عاجل يصير، فريق من البياطرة مشكور المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ديما حاضرة موجودة، مد الفلاحة بكميات من الأدوية، صحيح ربما ثم شوي نقص، ولكن على الأقل ثم مجهود يذكر فيشكر. بالإضافة لهذا ثم أيام تكوينية وتوعوية وتحسيسية قاعدة تصير بانتظام في المعتمدية، ويتحول فريق من المختصين بصفة دورية للمعتمدية يلتقي بالفلاحة، سواء كان فيما يخص تربية الماشية أو حتى فيما يخص الغراسات والزراعات وتطويرها بما يسمح أن النقص في الأعلاف الموجود على الأقل يقع تلافيه. مفيش